روزی ناخوش برای خاک یهودیان بخاری نیویورک، امریکا، اسرائیل. نیم یک خبر ناخوش آمده به گوشم رسید که آله استاس ارتیستی خدمت شانزاده ی رسپوبیکی تاجکستان دارایچی زبردست یعقوب جان علایف خانومشان از دنیا چشم پوشیده. مادر، ماما، ماما ایتا روزخ، ماما ایتا فیرده ایت خیلی، ماما سیت، ماما روش سانت، а мамі десятки, сотні поетів писали стихи, сочиняли песні, тому що мама – це той чоловік, який подарив життя. І сьогодні діти прощаються з мамою. Я уверен, що кожен з них сьогодні ночі не спав. Перед їхніми глазами проходили ті мгновення, які були зв'язані з мамою.